النهارده انت مكاجوال عشان تيجي تقول لي الساده المشاهدين اشتغلوا بقى على نفسكم بقى احنا جايين يعني نشوفوا الرشاقه يعني بقى احيانا كده صاحبه من النوم مش يعني مش عايزه تتكتفي يعني عايز تبقي فيه كده و... والواحد ساعات بيبقى عاوز يقابل المشاهدين بشكل مختلف برضه بيديهم طاقه ايجابيه طبعا انيق وشيك في كل الحالات يا رب ربنا يخليك بنتعلم منكم في البدايه دكتور احنا عارفين طبعا ان السمنه مش مرتبطه بسن معين ولا بعمر معين ولا كمان بفئه معينه بنشوف ناس كتير بنات سيدات اطفال كمان صغيرين وبنات في سن صغير بيعانوا من السمنه هذا الرغم من كده السمنه بقت منتشرة بشكل كبير جدا حاب اعرف من حضرتك ايه هي عوامل زيادة الوزن او السمنة طيب عوامل زيادة الوزن او السمنة بمنتهى البساطة طبعا في يعني هنحط كذا مجموعة في مجموعة اللي هي المجموعة اللي عندها سمنة نتيجة مشاكل صحية او مشاكل مرضية ودي مجموعة قليلة قوي فمحدش يتلكك او حد يحط يقول الحرق عندي ضعيفة اصل انا عندي مشكلة مفيش حاجة اسمها كده اغلب الناس الحرق بتاعها كويس والتمثيل الغذائي بتاعها طالما حد سليم معافى يبقى التمثيل الغذائي بتاعه كويس بس هو بيعمل عادات غذائية غلط اذا المرضى بنستبعدهم الاول اللي هم مرضى قصور في وظائف الغدة الدرقية لان الغدة الدرقية دي هي المايسترو بتاع التمثيل الغذائي فالضعف بتاعها بيسبب الى حد ما زيادة في الوزن الحاجة التانية الناس اللي بتاخد كورتيزون لمدة طويلة والكلام ده كله اعتقد كمان حتى الكورتيزونات الجديدة والحاجات علاجات الحساسية الجديدة اختلفت شوية بقتش بتزود زي الاول صح. نيجي نتكلم على العوامل التاني الناس اللي عندها عوامل وراثيه واللي عنده عامل وراثي ده ما تتلككش برضه لان ما فيش حد فينا ما عندوش عامل وراثي الى حد ما فيش حد ما عندوش حد في عيلته عنده سمنه مفرطه ولكن تقدر بالنظام الغذائي ان انت تقلل لا يعني لو واحد عنده اثنين عندهم نفس ممكن تلاقي اثنين اخوات عندهم نفس العامل واحد عنده يعني سمنه عاليه واحد ما عندوش لان الثاني ده سيطر على محافظ على نفسه فاذا الالتزام بنظام غذائي والالتزام بالقواعد السليمه في الاكل هتخليك تاخر ظهور العامل الوراثي ده التالت بقى اللي هم المجموعه الاكوله او اللي هي بتاكله دي هي السواد الاعظم او الاغلب الاعم الناس بتاكل كتير فبتتخن فالعامل الرئيسي يبقى خلينا نستبعد اي حاجه تانية يبقى العامل الرئيسي اللي هو اغلب الناس هي بتاكل كتير على مدار الزمن وتقول لك انا ما اعرفش انا بتخن ليه بالظبط هاتي بقى اللي بتقول لك انا ما اعرفش انا بتخن ليه دي وبتقول لك انا باكل قليل تقول لها اكتبي بالورقه والقلم انت بتاكلي ايه طول اليوم هتلاقيها بتجمع في الاخر تخش لها في 3000 4000 سعر حراري طبعا. يعني ضعف الاكل المطلوب تعالي بقى كمان مش بس كده وده اللي انا بنادي بيه دايما وباكد عليه ان مش المهم بس الكميات الاكل الكبيره انت ممكن تاكل 3000 سعر حراري اللي هو اكتر من حاجتك بكتير وبرضه ما تتخنش انت بتاكل امتى وبتاكل ازاي ما انا ممكن اكل 1500 اللي هو اقل من حاجتي اصلا واتخن نتيجه ان انا باكل غلط فبالتالي اذا هو كميات الاكل وغير كميات الاكل هو امتى هاكل عشان احفز التمثيل الغذائي بتاعي يعني